حظ عاثر لم يتوقف عند غربة الوطن وفراق الأهل وتحمل أنظمة وقوانين دول ذهب إليها باحثا عن حياة أفضل بعدما أرغمته ظروف المعيشة في وطنه على ذلك. 7 ملايين يمني يعيشون في الخارج ويزيد حجم استثماراتهم 100 مليون دولار سنويا، ليس للوطن منها سوى 5 مليارات دولار تعتبر كفيلة بالحفاظ على الاقتصاد الوطني الذي انهكته الأزمات والاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد. ورغم هذا الدور إلا أنه لم يشفع لهم أن يكونوا شركاء في عملية التحول الذي تعيشه اليمن، فهم الغائب الأبرز عن مؤتمر الحوار والحكومة وبرامجها. الدستور اليمني المعمول به حاليا وأيضا كثير من الدساتير العربية كما سنرى في الورقة الثانية لم تنص تحديدا على حقوق خاصة بالمغتربين إلا على استحياء، وبالتالي هذا تمييز أنا أعتبره مش تمييز سلبي، تمييز إيجابي. هذه فئة لها دور كبير جدا في دعم الاقتصادات العربية كلها تحديدا اليمني، وبالتالي لابد ما يعطوا حقهم من الاحترام ومن التقدير ومن الحقوق وبالتالي الواجبات أيضا. المغترب اليمني ماذا لديه وأين يقف وما الذي يجب أن يتضمنه الدستور الجديد فيما يخصه؟ محاور هامة وقفت عندها ندوة هدفت للخروج بتوصيات أولية عن مضمون الحقوق وواجبات المغتربين اليمنيين في الدستور الجديد. حقيقة الدستور لابد أن يتضمن الحقوق الدستورية والحقوق السياسية. المغترب له حق أن يترشح وأن يرشح في الانتخابات القادمة. المغترب له حق أن يكون له كوتات في البرلمانات. محللون أشاروا إلى أن الحيز الذي يشغله المغتربون رغم أهميتهم في برامج الحكومة لا يتعدى الإشارة فقط بدون استحياء للمغترب في باب الإيرادات وإعادة بناء الاقتصاد. علينا من هنا أن نقول للأحزاب فلشوا ونادي بحكومة كفاءات. لم يدخل أحد منهم الحكومة من 90 من يوم الوحدة إلى يوم المهزلة اللي خرج الشباب يقولوا لا ونريد تغيير، لكن بهذه الصورة لا يمكن ولن نقبل. توصيات الندوة شددت على ضرورة تضمين الدستور الجديد حقوق المغترب اليمني السياسية وإلزام الحكومة بحماية المغتربين اليمنيين وتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على توفير بيئة استثمار في اليمن. أضحت تلك الندوات التي تقام بمثابة فرص أخيرة لترتيب وضع المغترب اليمني من خلال توصيات سترفع إلى لجنة صياغة الدستور وتضمينها فيه ما من شأنه المحافظة على حقوق هذه الشريحة وإرسال رسالة إيجابية تضمينية للمغترب ليكون سندا لبلده. تصاعدت